شاطرة ياسر، لازم تكوني كل سنة بهذا التفوق. أتمنى يا بنتي تكملي دراستك، لكن ظروفي المادية صعبة جدا. ما تنسي ان معك 7 اخوان ضروري ياكلوا، وامك ما بتقدر تلحق امور الخياطة. ما بقدر اتحمل مصاريف الدراسة. انتم الان كبرتم، وكل ما كبرتم زادت المصاريف وبطاقتي اكثر. يلا نوفر لقمة العيش. المفروض الان انكم تساعدوني في حمل هذا الوزن الثقيل. خلص التخطيط والأقمشة. ممكن يا أبو عبد الله تشتري لي علشان أسلم الملابس للناس في وقتها. وأنت يا سحر روحي لعند جارتنا، طلبت لي عبد الله التوب حقها. وبعدين أكلي إخوانك ورتبي الغرفة. الله يعين. أبا أبا شوف إيش حصلت. محفظة فيها فلوس. سرقتها؟ وش يعني أقول لكم ساعدوني في مصاريف البيت؟ تروحوا تسرقوا؟ حرام! يلا رجعها من ما أخذتها. مالك خايف؟ يعني مش أول مرة؟ خذ، ما حد بيعرف. لازم أشوف حالة سعادة فيه وأشوف مكان أدرس فيه أفضل من هنا. يا سحر روحي يا بنتي شوفي من في الباب. هذا اللي تعلمناه الأسبوع الماضي ولاميس وفرح يسلموا عليك. Thank you.
علي. ما في معي فلوس. شو تبي شنطتك فلوس كذا؟ اسكتي. انا خلاص مليت من العيشه في هذا البيت. عبد الله معه فلوس كثير وشكله سرقها ورفض يشتري الدواء لامي. أنا يا بنتي تكمل الدراسة. شاطرس. يا عم مشتري النزل مني أمي مريضة ولازم مشتري الهبة. لحظة لو سمحتوا، أنا الذي سرقت الفلوس، اتركوا ابني. دايما أتذكر صورتنا القديمة وإحنا فرحين وأنت فخور فينا وكنا متفوقين بالمدرسة، تعبنا أنت أمي ومرتاحين، ولا أنا عايش، لا تتركنا، من بيعوا لنا الآن؟ أمي مريضة من كثرة الأنجاء، وأبوتي واللي أدخل لنا الميزة. أبايك في مستقبلنا الضائع. أنا آسف يا بنتي، أنا آسف ما قدرت أوفر لكم حياة كريمة. الأسرة السعيدة تعي حقها في الإنجاب وواجبها في توفير حياة كريمة للأبناء.